يكون سبب إسلامهم. اللي غير المسلم يناظر فيك أنت المسلم وش اللي عندك من الآداب الإسلامية، وهو كذا يعجب. كنا صحيح. مرة مسافرين من لندن الكراكاس في فنزويلا، وحنا في الطائرة نبغى نصلي، فما في مجال، احنا على الخطوط البريطانية ما في مجال يعني انك تصلي. وكان طبعا احنا نمشي مع الشمس، حلو، والوقت كل ما يتأخر طبعا، فنبغى نصلي الظهر والعصر. اللهم سافرين. فاستاذنا من اليمين فما أذنوا لنا، فشافنا اللي على اليسار، اليسار انجليز، فشافنا اليسار فقال تفضلوا. لا اي يعني قدامهم مكان الباب، الباب حق الطائرة، حق الطوارئ، في مجال، حق الطوارئ، في مجال، في مجال واسع يكون اصلا. فقال تفضلوا، فصلينا على 2-2، احنا 4 صلينا على 2-2. يوم شافنا تعجب، سبحان الله، شاف، قال انا شفت، قد شفت حركاتكم هذه اللي تسوونها، قد شفتها في التلفزيون قدام غرفة سوداء مكة، غرفة سوداء، الله اكبر، قد شفتها في التلفزيون، سبحان الله. وحقيقة يعني لفت لفت نظري المنظر هذا، عجب. وبسألكم وش اللي تسوون؟ يا سلام، يا فصار سلام. لنا فرصة ان ندخل معه في هذا المدخل، بدل نتكلم عن الإسلام ومحاسن الإسلام، وكان معنا بعض المكسرات، وكان معنا شيء يعني بعض الأشياء أعطينا هي، بدأ تكلمنا عن الإسلام هدايا. فقال والله أنا كل الذي جربته للإسلام، لا إله إلا الله. ليش؟ قال والله لي أصدقاء مسلمين، أنا يوم الأحد قلت النصارى اللي هو يوم أسكر فيه ذاك اليوم، وهم كلهم سكرانين. قلت ليش؟ قال والله إذا كان، إذا أنا عندي عمل وعندي شغل وأنا عندي شركة وعندي روح أنا في أعمال، إذا كل يوم بسطل ما أقدر. بس يوم واحد سطل، بس يوم. كنا طيب، أنت الآن جربت الأديان كلها، هل في الشواذ في الأديان هذه؟ السلام عليك يا أبو، في الشواذ في الأديان، كل شيء للشواذ. صحيح. في العائلة الوحدة، أنت الآن أو أبنائك هم كلهم على، والشواذ في الأشخاص ليس في الدين، في الأشخاص ليس في الدين. نعم، الآن في بيتك وفي أبنائك، هل في شواذ من أبنائك؟ قال في بعضهم طيب وكويس وبعضهم لا، صابعك مين بسوا. قلنا إذن هذا هل هو يحسب عليك ولا يحسب على نفسه؟ على الشخص نفسه. ما يحسب لي أنا، تاس رداءه ويعني وخبثه، وهذا يحسب له، ما يحسب لي أنا. يا سلام. كذلك الإسلام، الإسلام ما يؤخذ بعمل أهله. يا سلام. نعم، الإسلام يؤخذ بعمل الصالحين ليس بعمل السيئين. إسلام حتى في منافقين في الصف المسلمين، مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع منافقين في كل دين. فحقيقة يعني اقتنع، قال إن شاء الله أنا إذا رجعت إلى لندن بقرأ عن الإسلام وبزور المركز الإسلامي. سلام. فالحقيقة كل يعني أنت الآن مرآة يعني اللي غير مسلم هو ما يدري هذا والله صالح وهذا طالح. صدقت. عندن خلاص الجنسية مسلم خلاص، فيوم يشوفك. كنا عام 400 تقريبا 16 في اندونيسيا. حياك الله في ديرتنا. يا هلا ابو نايف، اذا قلت اندونيسيا انبسط. الله يبجيك يا اخوي. فكنا في بوغور. ايوه نعم. يعرف الدير ابو راشد. جالسين تخبر، كان يعني في شوي حر، ما في مكيفات، الجو ما شاء الله لطيف، بس ذاك اليوم كان حر. المهم خط الشماغ طبعا هم عندهم يعني نظره للسعودي بين الصحابي، صحيح، نظرة في السعودي. أي سعودي خلاص، أنا حر علي وأسوي كذا، أنفض كذا طمر شوية نظرة طمر، لك كلهم خلي عليهم هذا حطه على رأسه، يسوي مثله حسنا سنة. قال واحد معي يا أبو نايف، أنت علمت الناس بدعم. ففعلا يجيك أي شيء تسويه يجيك تقول هل هو يعني هل هذا من السنة نسوي كذا، هل كذا من السنة، هل من السنة؟ شايف؟ لأنه ينظر فيك أنت يا السعودي نظرة إنك هذول هم أبناء الصحابة. صحيح. الله صحيح. هذول أنتم أساسكم أبناء عمر وعثمان. فلا بد تكون بأجمل صورة في كل بلد. نعم. فأنت الآن لما تروح الآن لأي بلد إسلامي أو أي بلد غير ذلك تظهر أظهر الأشياء الحسنة للإسلام. نعم. فهو إذا رأك أول شيء تمثيل لبلدك، شايف؟ وظهر صورة حسنة للبلد. ثاني شيء أولاً تمثيل للإسلام. يا سلام. يا سلام. وثاني تمثيل للبلد. يا سلام. لما شو ممكن بعضهم يدخل يساوي معاملة، بعضهم ممكن يدخل يساوي معاملة. صحيح. كنا يومنا في فنزويلا نمشي طبعا ثوبي جايب في أكل، ترى في غداء يا أبونا، هاي برد علينا
لا اي إيه. فانا امشي نمشي بثوبي معنا احنا دقل اربع انت بثيابنا شوي لو معترضنا ذاك الواحد قافل تمعه وجهه يروع شويه عمره محط يده على صدر على مخبات واحد من اخويانا ويضغط احنا حقيقه خفنا قلنا الرجال ولا هم يتكلمون الاسباني ما يتكلمون الانجليزيه يتكلمون الاسباني ومتعصبين لها عشان لغتهم اللهجه الاسبانيه فمعنا واحد من اهل البلد فقال ايش فيك؟ قال يا اخوي انا احس بضيقه في نفسي هذا يوجعني هنا شايف انتم يعني فيكم شيء اشوفه ما هو يا سلام. فيكم نور فيكم لان سبحان الله الواحد الان اذا في غرفه سوداء في غرفه مظلمه وفيه شق صغير تشوفه واضح وراه نور صح. تشوف النور ولا ما تشوفه؟ شوفه فاللي في ظلمة الكفر يرى نور الإسلام في المسلم ولو أنه إيمان بسيط سلام عليك شايف. كلام جميل الله. نعم فكل ما زاد الإيمان هو يرى النور هذا أنت ما تلاحظ الآن الواحد طلع من غرفة منورة غرفة منورة يرى شيء تأثر يعني بالنور طيب. ما يتأثر لك لو طلع من غرفة مظلمة الغرفة منورة يتأثر طيب. فهو قال أنا ودي أصير مثلكم فالرجل مثل الرجل مستوي خلاص واحنا نرى الغداء نعم واحنا نرى الغداء الان نرى الغداء يلا